عتيقة، أنت مو ناوية تحكي معي؟ ما بعرف أنا إمتى فيني أنسى وارتاح من هالوجع يلي عشته، بس اللي بعرفه إني طول عمري ما رح سامحك. يلا اعملي مثل أخوكي، صرخي بوشي وطالعي السمية اللي جواتك وقللي من احترامي. هو قال أنا مرض بيناتكن ودخلت على العيلة الحاكمة بالحيلة والمكر، وأكيد رأيك مثله. ليش السلطانة الأم من إمتى بيعنيها آراء أولادها؟ أنتي على طول القدرة، وأي شي بتحكيه لازم ما نعترض عليه. خلاص وصل الجواب، أنتي صرتي عدوتي كمان. مو مشكلة، أنا مو بحاجة حدا فيكم. مو أنتي اللي كان بدك هيك؟ الشي اللي عملتيه عم يبعدك عن الكل، ولهيك ما في داعي تلومي حدا. مفكرة إني حابة أكون وحيدة من دونكن؟ أصلاً أنتي شو عرفك بشو عم بحلم وشو كان بدي؟ أنتي مين خسرتي بحياتك غير الغبي اللي تزوجتيه مصطفى باشا؟ بس أنا خسرت كل اللي حبيتهم. أنا خسرت أمي وأبي وأخواتي، زوجي وولادي، ما ضل حدا منهم جنبي. أنا خسرت كل اللي كانوا بحياتي، وهلأ بكل وقاحة عم تقولي لي الوحدة كانت خياري؟ يا خسارة. كيف خانم؟ طمنيني عن وضع أمير إبراهيم، صار خلوة بيناتكم؟ صحة سمو الأمير كتير منيحة سلطانة، الأمير عم ياخد كل أدويته وأنا دايماً جنبه. كتير عال، ما بدي وصيكي بابني، إبراهيم حساس كتير، انتبهي له منيح. سلطانة لا تاكليهم، الله يديمك ويخليكي فوق راسنا أنتي وسمو الأمير. خبريني. أمريني يا سلطانة. عم تاخد أدويتها بانتظام؟ ديري بالك ما بدي يصير حمل. إيه عم تاخدهم يا سلطانة، وأنا موصية كل البنات ليراقبوها دائما. هلأ صرت السلطان؟ كون مطمئن، بصفتي نائبة السلطنة أنا رح كون دايما جنبك، وأنا يلي رح أحكم لبين ما تصير جاهز لعرشك. أنت لساتك صغير وفي كتير ناس أشرار ممكن يستغلوا هالموضوع وبحجة النصيحة يحرضوك ضدي، كرمال مصالحهم ومنفعتهم ممكن يخلقوا بيناتنا عداوة. فإياك إياك ترد على كلام حدا بده يفتن بيننا، هدول بتفكرهم مناح بس بيكونوا ضامرين لك الشر. لا تنسى أخوك عثمان ضاع بسبب هذا الشيء. شلون بدي أنسى أخي عثمان وأنسى خيانة الأندال اللي قتلوا أخي بكل وحشية؟ وإذا صحت لهم فرصة بيعملوا نفس الشيء معك. مراد، ما توثق بحدا، إياك توثق بأي حدا غير أمك. بالنهاية نحن مالنا غير بعض يا روحي. حبيبي ابني الغالي، أنت أملي الوحيد وسعادتي وحلمي وحياتي.
أخيرا صار العرش لك. دستور مولانا السلطان مراد خان. نحن جاهزين. ممتاز، ما بدي ولا غلطة صغيرة. مولاي، حضرة جنابكم أدرى بالشيء المناسب، بس بصفتي وزيركم فمن واجبي أني أسألكم بخصوص قراركم. جنابك متأكد أنه هيك بدك؟ ومن دون تردد اعملوا اللازم فورا. سلطانة، شو في يا حجي؟ سلطانة، خليل باشا بعت خبر بده يشوفك ويحكي معك بخصوص كمال كيتش. ما يكون كمال صار له شي يا حجي؟ بصراحة ما عرفت شي سلطانة، الباشا ناطرك بجمعية الوقف. طيب جهز عربايتي، رح نطلع فورا. تحت أمرك. من لما مراد عين كمال كيتش وزير أعظم قلبي مو مرتاح، توقعت يكون مخطط لشي. بما أنه ما أثبت عليه شي قام قرر يتخلص منه بالحرب. ما بظن يا سلطانة، ولو صار له شي مستحيل ما نعرف. أنا بتصور في موضوع تاني. إن شاء الله يا حجي، إن شاء الله. شو ما في حدا هون؟ خليل باشا وينه؟ سلطانة يمكن لسه ما اجا. سلطانة. سينان باشا، انت كيف طلعت وشو عم تعمل هون؟ مولانا السلطان وقت اللي تأكد اني بريء عفى عني واطلق سراحي. سلطانة شكله فخ، خلينا نمشي.
السلطانة الأم. يوسف باشا، فهمني بسرعة شو اللي عم بيصير. وجودنا هون بأمر من مولانا، وبظن أنه حضرتك بتعرفي ليش. الظاهر أنكم نسيتوا قدام مين واقفين. الكل يلزم حده. سامحني يا حجي على كل شي تحملته مشاني. هذا كان واجبي، وخدمتك بالنسبة إلي كانت شرف عظيم. أنا مسامحك بحياتي وبروحي. إذا مسرحية الوداع خلص خلصت، خلي الرجال يعملوا اللازم. أمير غوناي، عميل الفرس، وصلت لهدفك. أنت والخاين الملعون سينام باشا. أنا مو زعجني غير أني رح موت على إيديكم. بالنهاية كل واحد بنال اللي بيستحقه يا سلطانة قسم. أنت خلاص انتهى زمنك، وانتهت قوتك بأبشع طريقة وأسلوب وبقرار من ابنك. شو عم يصير؟ سلطانة! سلطانة! يا خوني يا كلاب! لك لمين جايين تعملوا كمين؟ مين اللي بيتجرأ انه يمد ايده على السلطانة الأم بالدولة العلية؟ ورطت حالك بشغلة أكبر منك يا باشا. نحن هون عم ننفذ أوامر مولانا السلطان. هدول اثنين صدر حكم بإعدامهم. معناتها بالأول لازم تعدمني. السلطان مراد وقت يعرف شو رح يعمل فيكن. السلطانة قسم ما رح تحميكن. انسوها خلص، لأنها ما عادت سلطانة أم وما عادت أي شيء. ما ضل عندها حتى أمير واحد. لا لا، كذب يلي عم تقوله. هاي الحقيقة يا سلطانة، ابنك سمو الأمير إبراهيم انعدم. انقلع من هون قبل ما أخذ روحك. وانت تحرك. بدي شوف إبراهيم. سلطانة! سلطانة، مولانا هالمرة أصدر حكم بقتلك. إذا رجعتي على القصر ما رح يرحمك. الباشا معه حق يا سلطانة. خلينا هون ومنبعت خبر للإنكشاريين يجوا. إذا حموا مقر الجمعية ما حدا بيقرب علينا. شو الفرق إذا متت أو عشت؟ المهم كون جنب إبراهيم. إذا مصر أنا رح أروح معك. وكمان أنا. سلطانة، أنا لليوم ما تركتك أبداً.
وهلا ما رح اتركك، انا رح اروح معك. الأبواب. افتح الباب عم قلك. افتحوا الابواب. مراد اطلعوا واجهني. ابني ابراهيم وين؟ وينه؟ ما تقول لي انك قتلت اخوك. بعد كل اللي عملتيه جاي توقفي قدامي؟ انت عن جد غريبة، عم تتحديني يا سلطانة؟ يعني جاي لتواجهيني ومستقوي بهدول اللي معك؟ هل كم خاين اللي تحالفوا ضدي وطعنوني بظهري؟ ما هيك يا باشا؟ انت يلي خنتنا وبإيدك عم تقطع نسل سلالتنا. الخاين الأكبر انت. لو ما حضرتك خنتيني وتجاوزت حدودك معي ما كنا وصلنا لهون أبدا. انت اللي بديتي وأنا اللي رح انهي هاي الحرب. هلأ ما ضل عندك أمير تتحكمي فيه يا سلطانة. جيب لي ابني إبراهيم. إبراهيم هلأ بدي شوفه، سواء كان عايش أو ميت أنا هلأ بدي إياه. مراد تأخرتي يا أمي. إبراهيم وبأمر مني انعدم. وعمي السلطان مصطفى كمان انعدم. وأنا الكل بيعرف حالتي، الله وحده أعلم قديش بقيان بعمري. الأمر انتهى ووصلنا للنهاية. بعدي ما رح تشوفي غير الطوفان، وكل سلالة آل عثمان رح تصير ماضي من بعد موتي. أنت شو عملت؟ أنت كيف تجرأت؟ أنت سلطانة! سلطانة! أخوات!